بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هنتكلم على طريقة تأريج سلك انترنت، ازاي تركب الار جي في سلك انترنت. وان شاء الله الطريقة دي هقولها لك مش هتنساها ابدا. اول حاجة انا هفتح القشرة بتاع السلك، تمام، هيظهر لي التمن اطرف بالشكل ده كده، تمام. هحاول اول افرد السلوك بشكل كويس واحاول تحفظ الالوان دي، البني وبعدين الاخضر وبعدين الازرق وبعدين البرتقاني زي ما انت شايف بالشكل ده كده. هبدا افرد السلوك، تمام، افردها كده كويس وهيبقى بني ابيض بني. احفظ الالوان دي، بني ابيض بني. بعد كده هنفرد الاخضر، هيبقى اخضر، وهتركن الابيض الاخضر ده وهيبقى اخضر ابيض ازرق، هيبقى اخضر ابيض ازرق زي ما انت شايف كده، وهيبقى ازرق ابيض اخضر. طبعا حاول تفرد السلوك زي ما انا قلت لك، تستفها بشكل كويس بنفس الترتيب اللي احنا قلنا عليه زي ما انا قلت لك كده، اهو بني ابيض بني وبعدين اخضر ابيض ازرق وبعدين ازرق ابيض اخضر وبعدين برتقاني برتقاني ابيض زي ما انا قلت كده. هنفرد السلوك بشكل كويس وبعدين هنضمهم على بعض كده زي ما انت شايف، متستفين تحت بالشكل ده كده كويس، يعني مترتبين زي ما انا قلت. تاني بني ابيض بني اخضر ابيض ازرق ازرق ابيض اخضر برتقاني برتقاني ابيض. بعد كده هقص يعني حتة اللي انت ماسكها فوق صبعك بالظبط، هتقص من هنا، تقص كده، تمام. بعد كده البني ناحية اليمين، البني ناحية اليمين هنا، هتمسك الار جي وتخلي النحاس بالشكل ده كده، النحاس ناحية وشك بالظبط، وهتدخل السلوك بالراحة واحدة واحدة لحد ما توصل لجوه زي ما انت شايف هنا. ركبت كلها بني ابيض بني اخضر ابيض ازرق ازرق ابيض اخضر برتقاني برتقاني ابيض. بعد كده هتدخل الار جي هنا في المكان بتاعه وهتضغط جامد بالسلك زي ما انت شايف، بضغط جامد اهو بالسلك لجوه، وبعد كده هضغط، يبقى انا كده عملت الار جي بتاعي. وبكده انا الشرح انتهى. ما تنساش تعمل سبسكرايب، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.